في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نتذكر أن رسالته لم تكن مجرد حكم ومواعظ وإرشادات لإصلاح أفراد المجتمع فحسب، بل كانت رسالته دينا ومنهجا ودستورا لإصلاح الفرد والمجتمع والدولة. وفوق ذلك كله كان كما وصفته عائشة رضي الله عنها قرآن يمشي على الأرض، صلوات ربي وسلامه عليه. في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم.